السلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية اهلا والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله ساشارك معكم العديد من اخبار محترفينا العاجله والمهمه جدا في الاونه الاخيره لهذا اليوم. وبطبيعه الحال اذا كنتم تشاهدون للمره الاولى لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناه مستقبلا. ابدا لكم بالخبر الاول والفريد من نوعه عن نجمنا الدولي الجزائري وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الذي حصد ما كان يزرعه في الايام القليله الماضيه وفي المباريات السبعه الماضية مع فريقه نادي مانشستر سيتي، بحيث أعزائي المشاهدين أنه كان يقدم مستوى خلاب. تواجد وذلك بشكل رسمي نجمنا الجزائري الذي نال الاعتراف من موقع هوسكورد في التشكيلة المثالية لشهر مارس وهو الأفضل تنقيطا. طبعا أعزائي المشاهدين ها هي التشكيلة الظاهرة أمامكم، رياض محرز الأعلى تنقيط برصيد 8.68، يعني من ضمن 10 أفضل من هاري كين، أفضل من جواو كانسيلو، أفضل من هاري ماغواير وكل اللاعبين الظاهرين أمامكم، أفضل حتى من كيفن دي بروين. والسر اعزائي المشاهدين وسبب تواجد رياض محرز في هذه القائمه هو انه يعني كاين سر واحد، هو الاستمراريه. بيب غوارديولا اعطاه الاستمراريه، رياض محرز ما شاء الله راه يبهرنا كل مره بارقامه. فرياض محرز لا يطلب شيء فلكي او شيء يعني تعجيزي، فقط الاستمراريه في اللعب، وان شاء الله ترى رياض محرز في اعلى المراتب ودائما ما يتواجد في القوائم وايضا التشكيلات المثاليه. ولكن اعزائي المشاهدين اود ان اوجه لكم ملاحظه، رياض محرز بتواجده في هذه التشكيله المثاليه للدوري الانجليزي الممتاز لشهر مارس حسب موقع هوسكورد لا يعني لنا انه توج وذلك بشكل رسمي حسب لجنه الدوري الانجليزي الممتاز بلاعبي الشهر. انا بالي شويه تخلطوا ولكن اعزائي المشاهدين راح نشرح لكم. اوكي، طبعا اعزائي المشاهدين الدوري الانجليزي الممتاز ولجنه الدوري الانجليزي الممتاز عملت قائمه فيها العديد من اللاعبين، حوالي 8 لاعبين، ونجمنا الجزائري رياض محرز كان من ضمنها. وحاليا ما زال اعتقد ان التصويت متاح لكي اللاعب الاعلى تصويت سيفوز بلقب افضل لاعب لشهر مارس في الدوري الانجليزي الممتاز ككل. تلك النتائج وتلك التصويتات التي صوتتم عليها اعزائي المشاهدين حسب ما شاركت معكم في الفيديوهات السابقه، شاركت معكم كيفيه التصويت والى ما غير ذلك. حسب تلك الاحصائيات وكل تلك التصويتات لحد الان لم يتم الاعلان عن الفائز، ولكن حسب ارقام هوسكورد ممكن ان رياض محرز هو الذي سيتوج بذلك اللقب. المهم انتم ويعني والتصويتات نتاعكم، اذا صوتوا على رياض محرز ودعمتوا ابن بلدكم ممكن انه سيتوج وان شاء الله نراه يتوج بهذا اللقب الذي سيرفع من معنوياته. وطبعا اعزائي المشاهدين هذه الاخبار سترفع من معنويات رياض محرز وذلك بشكل كبير، خاصه انه مع المنتخب الوطني الجزائري تالق رغم انه لعب مباراه واحده، وخاصه عندما يعود الى مانشستر سيتي الى فريقه بطبيعه الحال في الدوري الانجليزي الممتاز سينال الاعتراف حسب هذه الارقام من موقع هوسكورد. وكما تشاهدون هناك بعض الاشادات من موقع انسايدر سيتي وسيتي اكسترا الذين شاركوا هذه الصور، وايضا شاركوا ان رياض محرز وذلك بشكل رسمي افضل لاعبين لشهر مارس وافضل لاعبين في الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز حسب موقع هوسكورد فقط. فنتمنوا انه راح يفوز بها حتى في الدوري الانجليزي الممتاز ككل وينال جائزه من لجنه الدوري الانجليزي الممتاز. وطبعا اعزائي المشاهدين ننتقل الى يعني اخبار اخرى مثل نجمنا الدولي الجزائري رضا حليمي الذي كان غائب عن قائمه المنتخب الوطني الجزائري بسبب تعرضه للاصابه. شرحت لكم هذا الشيء يعني منذ بعد نشر جمال بالماضي لتشكيلته وايضا قائمته الرسميه. المهم هذا اللاعب وذلك بشكل رسمي جدد عقده مع اداره فريقه الذي يلعب مع اعزائي المشاهدين الى غايه سنه 2023، وبما انه جدد العقد بتاعه فهو بكل تاكيد اداره نادي الذي يلعب معه لا تريد التفريط في هذا اللاعب. نتمنى له كل التوفيق، صراحة هذا اللاعب كان يقدم مستوى كبير مع المنتخب الوطني الجزائري، ويعني ما كرهناش نشوفه مرة أخرى مع المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواليد. بينما ننتقل إلى الخبر الموالي، الاتحاد العربي لكرة القدم يعني أشاد بالمنتخب الوطني الجزائري وهنأ المنتخب الوطني الجزائري والمنتخبات الأخرى العربية التي يعني صعدت وذلك بشكل رسمي إلى يعني كأس أمم إفريقيا لدولة الكاميرون للنسخة القادمة سنة 2022 بالكاميرون، هنأته كاملة وقائلة عليهم تهاني للمنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2022. هذه إشادة من الموقع الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم. وقولوا لي يا مشاهدين حسب رأيكم الشخصي من الآن، قولوا لي شكون متوقعين أنه راح يفوز بالنسخة يعني لسنة 2022 كأس أمم إفريقيا، يعني اختاروا لي اسم من هذه الدول ومن هذه المنتخبات وقولوا لي شكون المنافس نتاع الفائز حسب رأيكم الشخصي،
وسأقرأ جميع تعليقاتكم إن شاء الله. بينما ننتقل إلى الخبر الموالي، ما زالت تصلني العديد من الأسئلة عن موعد قرعة يعني كأس أمم إفريقيا. براكم باغيين تعرفوا الموعد، الموعد أعزائي المشاهدين وذلك بشكل رسمي، ورغم أنني شرحت لكم في الفيديو السابق ولكن راح نشرحه لكم في هذا الفيديو أيضا، هو يوم 25 من شهر جوان. 25 من شهر جوان راح يتم عمل هذه القرعة، وطبعا طلبت مني أيضا في الفيديو السابق أن أشارك معكم قرعة محاكية للواقع، يعني هنا في الاستوديو الخاص بنا نشارك معكم حسب يعني المعطيات، ونشارك معكم نتائج القرعة المتوقعة حسب قناة والدها. وإذا لكم أنتم أيضا يعني مشاهدين هذا الفيديو أيضا إذا بغيتوا هذه الفكرة اكتبوا لي أيضا في صندوق التعليقات، يعني باش تشجعوني وندير لكم هذا الفيديو إن شاء الله. بينما ننتقل إلى الخبر الموالي عن الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يعني بعث رسالة للاعبي المزدوجي الجنسية، لاعبي المزدوجي الجنسية. طبعا هذا التصريح من كوتش جمال بلماضي قد شاركته معكم في الفيديو السابق، ولكن رأيت العديد من الصحف العربية والكبيرة يعني نشرت هذا الخبر ونشرت هذا كما نقول هذا التصريح، وأيضا أكدت أن تصريحات الناخب جمال بلماضي كانت موجهة للاعبين المزدوجي الجنسية، وطبعا اللاعبين المزدوجي الجنسية اللي عاد ما مثلوش المنتخب الوطني الجزائري لحد الآن، ما زلنا في انتظار يعني ردهم، مثل عندنا أمين خويري، مثل عندنا أيضا فايفر، عندنا ياسين عدلي، وأيضا العديد من اللاعبين الآخرين. حاليا الحمد لله راه عندنا كوكب من المواهب وكوكب من اللاعبين ما شاء الله عليهم، ولكن اي اضافه للمنتخب الوطني الجزائري راح تعود علينا بشكل ايجابي. فجمال بلماضي متاكد بانه سيعمل على احضار بعض اللاعبين الجدد الاخرين، فكانت رساله الناخب الوطني جمال بلماضي قويه لهؤلاء اللاعبين الذي ذكرتهم، حيث صرح قائلا، راح نشارك معكم ايضا التصريح الذي صرح به قائلا: اللاعبين الذين يريدون يعني ان يتواجدوا مع المنتخب وايضا في تشكيله المنتخب الوطني الجزائري يجب ان يكونوا مستعدين للموت فوق ارضيه الميدان من اجل العالم الجزائري، وفي حال عدم توفر هذا الشرط فلست بحاجه اليه. وقائلا ايضا: انا واضح إلى أبعد الحدود، الذين يريدون أن ينالوا الفرصة معي عندما يتواجدون فوق المستطيل الأخضر هم مطالبون بتقديم نسبة 200% من مؤهلاتهم، يعني ما لازمش 100% بل لا يجب عليك أن تقدم 200% فوق أرضية الميدان. وصرح قائلا: أريد أن أذكركم بأنه ومنذ سنوات مضت كان يوجد لاعبون جيدون، ولكنهم عندما يتواجدون مع المنتخب الوطني الجزائري لا يقدمون أفضل ما لديهم، ونتائج كانت سيئة على جميع الأصعدة حينها. وكل المؤشرات كانت تشير لأنه جمال بلماضي كان يعني أندي ديلور للأسف الشديد، لأنه ما طالبش إدارته يعني بكل أنواع الطرق من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. فجمال بلماضي حاليا يعني راه غاضب من هذا اللاعب، وبسبب تصرفه وبسبب ردة فعله الباردة على عدم الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، فهذه رسالة كانت للاعبين الفرانكو الجزائريين الذين تحت رادار المنتخب الوطني الجزائري والذين حاليا لم يمثلوا الخضر. فهذه رسالة قوية وكانت رسالة في الصميم، يعني إذا راك باغي تجي للمنتخب الوطني الجزائري ما ديرش كيما أندي ديلور، يعني لازم تقدم لي 200% فوق أرضية الميدان. فكانت هذه الرسالة، وجمال بلماضي يعني راه عنده كوكبة هائلة من اللاعبين، ولكن على الرغم من ذلك أي إضافة أي لاعب راح يكون جديد جمال بلماضي راح يتصل به وراح يكون إضافة يعني جديد للمنتخب الوطني الجزائري، إلا وأنه سيكون كفؤ وسيقدم الإضافة للمنتخب الجزائري. نقطة، عد إلى الصدر. فكانت هذه رسالة في الصميم، وأحيي الكوتش جمال بلماضي على هذه يعني التصرفات الصارمة، لأن هذه التصرفات الصارمة هي التي تصنع المجد والتي تصنع يعني منتخبات عالمية. وطبعا حاليا المنتخب الوطني الجزائري لا يقهر بسبب صرامة الناخب جمال بلماضي وأيضا قوة اللاعبين فوق أرضية الميدان. ولكن يبقى جمال بلماضي يعني غاضب من أندي ديلور وبعض العناصر الأخرى شرحناها لكم في الفيديوهات السابقة. بينما أيضا عدنا كرد أعزائي المشاهدين من أندي ديلور، ديلور رد على غضب الكوتش جمال بلماضي في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كما قلنا لكم جمال بلماضي كان غاضب من أندي ديلور، فأندي ديلور رد على غضب الكوتش جمال بلماضي وذلك في الانستغرام في خاصية ستوري. بطبيعة الحال كان يعمل رسائل للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا الصورة الأولى التي شاركها يعني أندي ديلور لاعب مونبيلي للمنتخب الوطني الجزائري في حساباته السوشيال ميديا في خاصية ستوري كما قلت لكم، عمل صورة للاعب المنتخب الوطني الجزائري وكتب فوقها برافو، كأنه يغازل المنتخب الوطني الجزائري ويرد على غضب الكوتش جمال بلماضي، رغم أنه بعض الصحف العربية أكدت وأشارت أنه هذا اللاعب لن يتواجد مع المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا، لأنه جمال بلماضي يعني يحب اللاعبين الذين عندما يستدعيهم
يلبوا الدعوة وأيضا يقاتلون فوق أرضية الميدان، يقاتلون فوق أرضية الميدان مثل جمال الدين العمري، إسلام سليماني والعديد من اللاعبين الآخرين. بينما أيضا نفس الشخص يعني نفس اللاعب أندي دي لور نشر صورة أخرى للاعب المنتخب الوطني الجزائري في حساباته السوشيال ميديا في خاصية ستوري، وأيضا غزل المنتخب الوطني الجزائري. فزي مشاهدين قولوا لنا حسب رأيكم الشخصي، هل تعتقدون أن جمار بن ماضي راح يستدعي أندي دي لور في قادم المواعيد ويفك هذا النزاع الذي بينهم حاليا؟ أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو اليوم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.